للمصلحة العامة او ما بيتكلم في المصلحة العامة، مش معناها ان هو عايز يفرض كلمته، ومعناها ان هو كذا، وان هو مش عايز يلعب عشان خايف من لعيب فلاني كان مصاب وبعدين رجع بقى كويس، ولا كان اصل لعيب فلاني في نادي ايه بيعمل ايه. كل الكلام اللي حضراتكم كنتوا بتسمعوه ده قبل كده في قبل بداية كأس الأمم، وطلعوا يقولوا لك ايه، ما هو الناس بتقلق، الناس بتفكر بقى ازاي تألف، والنادي الأهلي كان ساكت او ما كانش حد بيرد. الحقيقة كلنا كنا بنحاول نتكلم في إطار الموضوع، كانت الناس تقول لك إيه؟ أصل النادي الأهلي يا جماعة مستني مش عارف هيلاعب عبد الله السعيد في بيراميدز ولا إيه عشان كأس مصر، فمش عايز يلعب في كأس مصر عشان عبد الله السعيد عنده إنذارين، كلام وحكايات وروايات وقصص كانت بتتقال. أصل مش عارف مين مصاب في الزمالك، كان فرجاني أعتقد، والفرجاني ده لا بالمناسبة فرجاني لعيب جامد جدا ومحدش يقدر يختلف في الكلام ده، واحد من أفضل اللاعبين المحترفين اللي موجودين في مصر، ما نقدرش نقول غير كده. فرجاني أصله مصاب ومش هيلعب، وإزاي الأهلي عايز يلعب الزمالك عشان يا جماعة النادي الأهلي عندما يصدر قرارات بيصدرها وهو عارف هو بيقول إيه، وهو عارف هو عايز إيه، مش عشان لعيب مصاب ولا عشان يلعب ماتش ولا عشان ياخد دوري. هو طبعا النادي الاهلي عايز ياخد دوري وكل تفكير النادي الاهلي في الدوري، ولكن ما ربنا ما اردش، طب هنعمل ايه؟ هو احنا ناقصين دوري يعني؟ طبعا يعني احنا عندنا 40 بس لغايه دلوقتي، ان شاء الله ربنا يكرمنا بال 41 على اخر الشهر ده يبقى كويس، لكن يعني يا جماعه الفرق كبير، الفرق كبير وواضح للنادي الاهلي وما بين الجميع. فالنادي الاهلي عندما يقرر بيقرر المصلحه العامه، مصلحته والمصلحه العامه طبعا. فكل الكلام اللي كنا بنقوله قبل بداية كأس الأمم الأفريقية، وكل الكلام اللي كنا بنقعد نشرح فيه، كل الكلام اللي كنا بنقوله لحضراتكم ان احنا عايزين يا رب ينتهي البطولة قبل بداية كأس بطولة الدوري قبل بداية كأس الأمم، كل الكلام اللي احنا كنا بنقوله ده اتضح. شوفوا كم كارثة. يعني انا عمال اكتب الكلام اللي بيقوله الاستاذ محمد عثمان، كوارث 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 في القيد الافريقي، كوارث في القيد المحلي، كوارث في اللعيبه اللي هتجيبها، كوارث في اللعيبه اللي هتمشيها، كوارث هتخسر فلوس قد كده في لعيبه هتمشيها، حاجات كتيره جدا. انا متاكد ان النادي الاهلي ان شاء الله ربنا يكرمه من المجموعه اللي بتشتغل على المواضيع دي، تشتغل وفي افضل، هتعمل افضل حاجه ممكنه، ولكن في نفس الوقت انت حطيتهم في ظروف صعبه جدا جدا. فعشان كده بقول لحضراتكم دايما نصبر لغايه لما نشوف. دي حاجه جت من عند ربنا كده، الاتحاد الافريقي الغى او رفض مد القيد الافريقي، وبالتالي القيد المحلي هيبقى كده.